طبعا انا بعلن تضامن رابطه اسر الصحفيين المعتقلين باكملها مع اسره استاذ ابراهيم الدراوي النهارده، لانه تم 3 سنين اعتقال. طبعا احنا بنرفض التهم الموجهه ليه. يعني هو استاذ ابراهيم بقى له 3 سنين، وهو مش لوحده على فكره، في صحفيين تانيين قضوا 3 سنين، وفي هيكمل بعد فتره قريبه 3 سنين. الصحفيين جميعهم في اوضاع سيئه جدا، أوضاع يعني في صحفيين في سجون يعني خارج إطار القانون زي سجن العقرب وسجن ملحق المزرعة، بيمارس ضدهم أبشع الانتهاكات. طبعا احنا من موقعنا هنا بنطالب النقابة ان هي تجدد سعيها لتحسين أوضاعهم. لدينا العديد من حالات الفصل، وصلت مؤخرا الى فصل 140 زميل صحفي. ايضا لدينا حالات منع من السفر وصلت الى تعدد 15-17 حالة تقريبا، بالإضافة لحالات منع النشر والحظر ومنع المقالات، وآخرها ما جرى مع الكاتب الصحفي الكبير فهمي هويدي بو الشروق والزميل كارم يحيى ابن الأهرام، ومنعه أيضا من النشر مقاله في جريدته الأهرام، وغيرها من الانتهاكات يعني المروعة، فضلا طبعا عن تلفيق القضايا والحكم بالإعدام على 4 زملاء صحفيين والحكم بالمؤبد على عدد كبير من الزملاء الصحفيين، منهم الزميل إبراهيم الدراوي والزميل صبيه وحسن الأبا وغيرهم. يعني هذه أحكام ظالمة. النقابة لم تتخذ أي خطوة حقيقية تجاه هؤلاء. نطالبها بأن تعاقب كل من اخترق ميثاق الشرف الصحفي وكل من أساء إلى المهنة، وقريبا إن شاء الله نرى هذه الأحكام الجزافية يعني بلا معنى، بلا أي يعني مضمون. إن شاء الله نرى قريبا زملائنا كلهم محررين بعد أن تنال البلد حريتها، وما ذلك ببعيد إن شاء الله. ومن هنا نستطيع القول أنه يعني ربما لم يحدث يعني ابتعاد شوية، ولكن نقول أن هناك ربما يعني كان هناك قضية كبرى، وقضية النقابة أخذت الأضواء إلى حد ما، فبدأ وكأنه يعني حدث تراجع. لكن عايز أقول حاجة، إنه من خلال الأسبوعين اللي فاتوا بدأت نقابة لجنة الحرية بنقابة الصحفيين تحديدا تستعيد نشاطها مرة أخرى، وبالفعل تم عقد مؤتمر من حوالي أسبوع أو 10 أيام برضو بخصوص الزملاء المعتقلين وأسرهم. أيضا يأتي هذا المؤتمر كثاني مؤتمر خلال أسبوع، وهذا معدل جيد، وبالتالي نستطيع القول أن العجلة بدأت تدور مرة أخرى، والناس تستأنف نشاطها ونضالها مرة أخرى، سواء على مستوى الزملاء داخل السجون أو على مستوى ما يجري بخصوص نقابة الصحفيين ومحاكمة الزميل يحيى قلاش نقيب الصحفيين والزملاء خالد البلشي وجمال عبد الرحيم. في ظل غيابه يعني هو يعتبر هو كان متكفل بالاولاد، يعني هو كان بيرعيهم، يعني هو حامل عني عبء الحياه. انا يعني انا كنت متفرغه للاولاد وبس، ان انا اذاكر لهم العبهم اعمل لهم اكل شرب، لكن دلوقتي يعني بدات ان انا فعلا اقصر في حقهم، لان يعني على قد ما بقدر ان انا ايه يعني اوليهم كل اهتماماتي، لكن في ضغوط الحياه بتضغط عليا. فيعني وضع المعيشه ان هم مثلا بيمروا عليهم عيد ما بيلاقيش باباهم جنبهم، بيمر عليهم عيد ميلاد ما يلاقيش باباهم معاهم، بيمر عليهم رمضان ما يكونش هو برضه معاهم، بيمر عليهم ان هم عايزينه اول يوم في المدرسه يروح لهم، اول يوم في المدرسه ان هو يروح معاهم يحضر معاهم اليوم الدراسي، لو في اي مشكله في المدرسه هات باباك. يعني كل ما يعني اي سؤال، اول سؤال بيتقابله مثلا المس لو في عنده مشكله في اي حاجه باباك فين. فطبعا ده كل ده بيأثر على نفسيه الطفل.